Je suis content d'être parmi vous. On vient pour faire un match de foot entre de grandes équipes. On espère un grand match. Pour moi, c'est une grande finale. Par rapport au résultat de l'aller 2-2, comment vous voyez le match retour? Bon, ici, c'est toujours très difficile. Mais nous avons 50% comme l'entente, 50-50. On va voir. J'espère un grand match. ياسين الصالحي مرحبا بك في مدينة سطيف. مقابلة أكيد صعيبة بين وفاق سطيف ورجع. بطبيعة الحال الجميع كيعرف النتيجة اللي كانت في الآلي. حنا جايين لمدينة سطيف باش نحققوا واحد النتيجة إيجابية ونفرحوا الجماهير المغربية إن شاء الله. على ضوء نتيجة الذهاب 2-2 كيف هاتش المهمة؟ هي مباراة تكون لنا صعيبة كما كيعرف الجميع سالت مباراة الذهاب بجوج. كنتمنى من الله باش نجيو لهنايا باش نحققوا انتصار ونديو التأهل من هنا إن شاء الله. كيف تشوف المقابلة على ضوء نتيجة الذهاب؟ أولا مرحبا بكم، مرحبا بنا عندكم، والحمد لله احنا في البلد الشقيق ديالنا الجزائر. فبالنسبة للمقابلة رغم التعادل فباقي كل شيء مازال ما ملعوبش. كنظن توفق سطيف فريق قوي، اللي كنتمنى إن شاء الله هي تكون واحد الروح رياضية بين الفريقين، والفائز كنقول لهم مبروك من الآن إن شاء الله. خالد العسكري، انت نسبت لك واحد التصريحات في الاياب في مواقع مغربيه بلي لاعبين وفاق سطيف هدوكم، وهو التصريحات يعني لا بالفعل ما ماشي كذوب هذا الشيء. فبالفعل بعد نهايه المقابله بكل روح رياضيه سلمنا على جميع اللاعبين، لكن الغريب في الامر من وصلت عند حارس المرمى بطبيعه الحال ربما كان حدث شي شنآن مع احد اللاعبين، فقال لنا انت جو سطيف ربما هذه هذا الشيء ما بقاش. احنا راه الحمد لله كاملين اخوان، والرياضه راه اخلاق، فما كنظن حتى الا كان سوء غضب هو احنا نعذروه ماشي مشكل. فكرة القدم ما بقاش هادشي روح رياضيه اول حاجه والاخلاق، وطبيعه الحال احنا في البلد ديالنا الشقيق الجزائر ما غاديش يكون شي حزازات بيناتنا. فبالعكس كنتمنى تكون روح رياضيه ان شاء الله، وكما قلت لك الفريق الفائز مبروك ليه من الان. سيد بوصيري المبعوث المفيد المسبق لفريق الرجاء ومستشار الرئيس، نظن ضبط كل الامور على مستوى الاقامه في مدينه العلمه وغيرها يعني والتدريب. الحمد لله كل شيء على ما يرام في مدينه العلمه، الفندق في مدينه العلمه، التدريب اليوم ان شاء الله غادي تكون في مدينه العلمه، وغدا ان شاء الله غادي تكون عندنا تدريب في ملعب 8 ماي في مدينه سطيف. والحمد لله الاخوه الجزائريين مع الاخوه المغاربه راه عائله واحده. التنسيق بينكم وبين اداره وفاق سطيف راه يسير على ما يرام. الكل على ما يرام الحمد لله.